السلام عليكم اختي، كي دايره؟ لاباس عليك؟ بخير الواليد الواليده، مالين الدار صحيحه الصنطيحه. نتمنى تكوني باحسن الاحوال واحسن ما يرام. وانت كتشوفيني في هذا الفيديو هذا لالا، اليوم واحد الفيديو اللي تطلب مني بزاف كيفاش نتعامل مع شخص غني، اولا كيفاش تلاقيت مع واحد الشخص اللي لاباس عليه، اللي حبه، اللي العاقه، كيفاش نتصرف باش نكسبه، وكيفاش نتصرف باش كيما نقولوا نحافظ عليه، وشنو ديري وشنو ما ديريش. واحد الاغراض اللي كديروها بزاف منكم يا البنات، كديروها بزاف منكم سورتو فاش كيكون كيما نقولوا الراجل كتعرفي انه عنده واحد ستاتشو، واحد المركز، بانه كيما نقولوا لاباس عليه، وهاجي فكتبقاي تحتارين كيف تتعاملين معاه. بلاتي نصاوب الغجاليف ديالنا. اول حاجه وصافي، فكتحتاري كيفاش تتعاملي معاه. فاليوم جبت لك واحد الخطوات بسيطه ومهمه اللي بزاف منكم كيديروها، واحد الاخطاء اللي بزاف منكم كيديروها في التعامل مع الرجل بصفه عامه، وخصوصا الرجل الغني. فالعزيزه ديالي، واحد الحاجه اللي فاش غتلاقاي معاه لاول مره، ولا واحد الحاجه الغلط كديرها بزاف، هو انك كتنقصي براسك حداه، انك كتكوني شوفي ما عندكش الفلوس، ولا داركم ما فحالهمش، ولا كيما نقولوا انت على قد الحال هو لاباس عليه، فكتبقي تشوفي شي حاجه وكتبقي تنقصي مراسك، كتبقي تقولي، كتبقي تحسي بانك انت والو الحماره، وهذا هو الغلط الكبير اللي كديري، وكتخليه يستغلك وكيرميك الكلبه بحال شي شيفون. نعطيك اكزامبل، شوفي غير كريستيانو شكون دا؟ دا جورجينا شنو كتخدم؟ كتخدم سربايه في القهاوي، وداها وراها دابا جورجينا، غير جورجينا وقطع روحي انت يا الحمارة، بقي تما وانا صافي وصافي اللي بغيتها نديرها لك. شوفي الغلط اللي كديري بانك كطيحي من مقامك بزاف، كيكون ما عندكش الفلوس وداركم على قد الحال، وغير هو لاباس عليه، وكتبقاي كتهودي النيفو ديالك، وكتبقاي ما قادراش كيما نقولوا كتحسي بديك الفوارق الطبقيه وديك الفوارق الاجتماعيه. هو لاباس عليه ضرب الطوموبيله، لابس كذا، وانت فاش كتجلسي ما كتبقاي ايوا دوموندي شي حاجه، واه غير اللي بغيت، واه لبستي مالك؟ كيبقى يحقر عليك يا الحمراء، كيبقى كيما نقولوا كيبقى فاش كتبيني له عيب، كيبقى هو ديك الساعه كيجيب داك كيبقى يضربك من ديك النقطه اللي انت كيما نقولوا ديك النقطه اللي انت وريتيها له. كتبقاي تبيني له مثلا انك ما كتلبسيش ماركه، ما كتلبسيش مزيان، وكتبقاي تبيني له راسك ان انت زوين، فهمتي؟ سورتو الا كان زوين لاباس عليه، صافي كتبقى عليه انت زوين، واه والله الا عندي الزهر حتى راني معاك يا الحمراء. ما عمرك تبيني لواحد الراجل نقضوا بانه عندك الزهر حتى راكي معاه، ديما خليه هو يحس راسو شونسو، هو المحظوظ بانه معك، سواء عندك سواء ما عندك، سواء زينه سواء خايبه الزبله يا الكحله، سواء ما عفيك ما يتشاف، سواء بيني ديري القيمه لراسك. اقسم بالله الا فاش كتكوني دايره القيمه لراسك، الا كيضرب لك الحساب، واخا تكوني ما نعرف شنو، ما عندك ما والو، ففاش تجلسي معاه حاولي انك تثبتي قيمتك. فاش يجبد لك مثلا اي مواضيع ناقشي عادي، فاش يجبد لك مثلا طبقه الفلوس ولا شي حاجه، ما تخرجش تقولي وانا ما عنديش، وانا با ما فحالوش، وانا واش انت عندك، انا ما عنديش، وا فريمون. تبقاي ما تبقايش بيني لو الحمارة هاد الحوايج، ما تبقايش طيحي مراس. بزاف البنات فاش كتكون مع واحد لاباس عليه كتقول لي اس رجاء انا مع واحد لاباس عليه وزوين، وكيحقر علي، كيحقرني، مش كيحقر عليك، كيحقرني، وكيما نقولوا كيطيح مني، راه ما غاديش يطيح منك باطل الا والا انت طيحتي مراسك. فانت كطيحي براسك بلا ما كتحسي، كطيحي بزين، فهمتي؟ ما كتبقاش حاسه حتى بحاجه فاش يكون وزين لاباس عليك، دا كاريزما، الله اكبر الحق. نخليو الاذان يكمل وراني معاكم. فشوفي ما تخليهش يحس بالنقص ديالك باش ما يطيحش بيك، فهمتي؟ ماشي غير هو عنده الفلوس يبقى ديال الكلبه، اي يلا نخرجوا يا رجي نمشيو، ما تبقى عندك كلمه، ما تبقى عندك هادشي كيجبد لك عائلتك. ماشي غير انت ما فقيرين يبقى يعايرك باباك وامك، وانت كتسكتي وخوتك ما عندهمش باك، ما عنديش صرف عليا وكبرني باك، هذاك يا الحمارة ما عمرك طيحي تبيني بانك من واحد العائله اللي ما عندكمش، ولي واخا يكون ما عندكم شخصي، كاع ما عندناش وما خصناش، وكاع ولاد الشعب. فشوفي انت اللي كتعطي قيمه لراسك، والله ما الفلوس اللي كتعطيك قيمه، سي فغي في هذا الوقت بغى الفلوس، واللي ما عنده فلوس كلام ممسوس. ولكن شوفي واخا يكون السطاتيو ديالو اللي بغى يكون برلماني، يكون مدير نتاع مانيش عارفه بانكا، يكون اللي بغى يكون السطاتيو نتاعو كما كان، يكون بغى يكون قاضي، بغى يكون اللي كان. فمين تجلسي معاه حاولي تبيني راسك بقيمتك وبعزتك وبشانك، فهمتي؟ فاش يجيب لك شي كادو، واحد الحاجه مهمه فاش بزاف ديال البنات كيديروها، فاش يجيب لك شي كادو غالي ما تبقيش واو عمرو ما جاني هذا الكادو، الله يمسخك يا الحماره يا الجيعانه. ما عمر تبيني راسك جيعانه، وما عمر دقتي نعمه، بيني راسك شبعانه. واخا تكوني يا بنت الحرام ما عمرك دقتي النعمه، بيني راسك شبعانه ومولفه بالخير ومولفه بالعز ومولفه بالكادو، باش ما يحسش راه هو اللي خرجك من الفقر والميزيريه، بقى لك ايوا صافي انت ملفقه بالميزيريه، ملفقه بالمزلوطين، عندك تقولي له انت اول واحد جبت لي هذا الكادو وما عمر جاني بهذا الكادو، يا الحمارة يا علاني وخلاوها اللي قالوها. فما عمرك ديري هذا الغلط، جاب لك كادو ما تبقاش تشوفي، ما تبينيلوش ديك الفرحه ديالك فوق القياس، واه
ميرسي سي جونتي. وبلعي داك المردوم كبد الكادو وسكتي يا بنت الحرام، جابلك ايفون 13، جابلك ما عارفه شنو، جابلك شي حاجه غاليه، ضربي الطم وسكتي، ما ديرش ديك الفرحه بحال 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 المشتاقه الجيعانه المجوعه اللي ما عمرو ذقت نعمل، ما عمرو ذقت الكادو يا بنت الحرام، شوهتو بينا. تبقاي ديري له وميرسي وشكرا وما عمرو نسالك هادشي وكبرات فيا يا البكايه المدلوله. صافي كبد الكادو ضربي الطم وسكتي، شحال ما بينتي راسك شبعانه، شحال ما هو غادي يزيد لك في النيفو ديال الكادو، شحال ما راسك بينتي راسك رخيصه وترضي بالكادو الرخيص، وانا مول في جيبوا لي غير ورده الحمراء غير بقى يجيب لك، الا كان يجيب لك هو غير بقى يجيب لك هو غير داك النوار نتاع الزنقي نتفو يقلعو يعطي لك. فشوف اختي ديما ديري راسك الشان، فهمتي؟ واخا ما عندكش، واخا زيرو درهم، واخا ولكن ديما بعزتك وبشانك، اقسم لك بلي داك العزه والنخوه هي اللي كتجيبها لك. ما تبقاش غير هو عنده الفلوس تخليه يدير لك كيبغى ويمشي كيبغى كيما نقولوا، وتبقى انت بدون شخصيه، ما تخليش يخليك بدون شخصيه. كيبقى بزاف كيلعبوا عليهم كيقول لها انا لاباس عليا وانا البنات وانا كذا، فكيأثر عليها، كتبقى كتبغي تبقى لاصقه فيه كل كلبه بجميع الوسائل، تبقى لاصقه فيه بيديها وبرجليها ودير لها كل كلبه ويستغلها ويدي منها اللي بغى، وتريد تلقايو ما معطيهاش داك القيمه وداك الاعتبار، تكادو زين ما جايبهاش ودير فيها ما بغى وغير لصقاتو علاش لحقاش لاباس عليه. فهكاك ما عمرو غادي تشدي شي بدل، وفاش كتلصقي فيه ديك اللصقه نتاع العمى في الظلمه وتحاولي انك تشدي راه كيحس باللي كي، والله الا فاش كتكوني بعزتك الا واخا كيكون لاباس عليه وكيبقى يردك بجميع الوسائل يجيب لك الكادويات فيه، فاش كتبيني راسك عادي موالفه بالخير ميرسي وهادي موالفه فهمتي كيزيد يعطيه كي كتحسي، فهمتي كتحسي كتحسي بالقيمه ديال. اما حاجه بسيطه كتبقاي تفرحي عليها كلبزه وصغيره والله ما زوينه ديك القهيه، كتبقاي تقولي في الاول معليش وانا راني نيه، سمحوا لي. فكتبقاي تقولي معليش في الاول، كتلعبيها بنت الناس، وفاش كيجيب لك الكادو تبقاي عليه غالي، علاش كلفت راسك؟ اش كتبقاي عليه كاش كيجيب لك الكادو غالي كيبقى عليك واه علاش كلفت راسك؟ الله يمسخك يا سلعه الجوع يا الجيعانه، موالفه بالجوع موالفه بالمزاليط موالفه بالكادو نتاع جوج دريال، علاش جبت لي كلفت راسك غالي ميرسي؟ ما تبينيش راسك يا الحمراء ناقصه نعمه وناقصه خير، قولي ميرسي وسكتي، بيني راسك بلي مولفه تقبضي الكادويات الغالي، واخا كنت تدلي غير مع دوك اللي كيشد الشومور ولا كيشدوا الحيط ودوك ولاد حرام ما اللي كيسلخوك العصا وما عطاكش درهم تجي كتصرفي عليه، ما تبينيش يا الحمراء من يجيك واحد لوكازون لواحد الانسان اللي كبير في الستاتيو وكبير في الخور وعنده الفلوس عارفه كيديري تقبضي بهاد الحوايج، بانك تبيني راسك شبعانه وضيقه النعمه، ماشي تبيني راسك جيعانه ومجوعه وتبقاي تما تبيني تدي بنادم حتى اللي ما دايش خبرك يدي خبرك بلي مولفه بالجوع بالمزاري، تبقى لي غالي يا جبت لي كادو هكا وعمرو شي واحد جاب لي هاد الكادو حماره، والله لا تبقى يجيب لك ديك الساعه بيمو ديال درهم لامك وديك تقعدي تاكلي كراني وبارده، ولا ديك القهوي ديال الشيشان تاع جوج دورو يدير لامك برادات، هاي من يديك لدي ريستورون غاليين ولا شي بلايص كلاس، ما تبينيش راسك ما عمرك دقتي ديك الحاجه الكلاس، ولا تبقاي ديري في داك الماني غالي وشحال شحال هاد الفلوبي بزاف يا حمراء. شوفي راه الراجل اللي لاباس عليه موالف بالخير هكا راه كيكره البنت المجوعه بحال هكا المشتاقه، واخا ما موالفاش تاكلي موالفه تاكلي غير حاجه نتاع 10 درهم بيني عادي تدي المنيو شوفي عادي بواحد الحاجه، واخا ما تعرفيش دوك لي بلا اللي تما غير كوموندو بلعي داك الفم، ما تبينيش راسك ما عمرك شتي الحوايج بلايص الغاليين وما عمر شي واحد داك، غادي يبقى يحس براسو هو اللي خرجك من الميزيريه وهو اللي خرجك من الفقر ومن المجاعه، وغادي يبقى يمن عليك طول عمرك. عندك عندك تخلي شي واحد يمن عليك يا بنت الحرام، عندك تخليه يمن عليك بالفلوس ولا يمن عليك بالهار كيجيب لك شدي وسكتي، ما تبقيش تقولي له صراحه هذا الشيء اللي درتو معايا جامي شي واحد داروا لي، وهاد البلايص اللي جيتهم معاك ما عمر جيت لهم في الصراحه لاول مره، غيبقى في الاول غادي راسو يقول لك تستاهلي وكذا، ومن بعد غيبقى يعايرك يقول لك انا اللي ديتك انا اللي علمتك الكلاس وانا اللي ديتك لهاد البلايص يا الجيعانه ياش خلينا ساكتين يا الجيعانه يا اللي موالفه بالمزاريط انا اللي ديتك يا الفاعله يا التاركه، ما عمرك ديما نبين راسي بقيمتي ونبين راسي بلي ديما كنتعامل مع ناس كلاس، واخا عمرك اخي تعاملتي مع ناس كلاس فكيبقى انت كيفاش كتصرفي وانت القيمه اللي عطيتيها لراسك وانت كيفاش كتصرفي، ما تخليش كيما نقولوا طبقي معاه التصرفات اللي كتطبقيها مع اي واحد اي راجل، فهمتي؟ مع اي راجل ديري العز على راسك ديري الشن على راسك وما تكونيش مدلوله، ماشي غير لاباس عليه وكتبغي تشديه بجميع الوسائل وكتبقي عليه لاصقه فيه، يلاه نخرجوا يلاه نمشيو يلاه حدي نينيني نينيني، وخايفه راه يهرب لك. شوفي ما تبينيش بلي راكي خايفه لا تديه لك شي وحده وتشدي راكي جالسه معاه، شوفي لحقاش غالبا دوك اللي كيكونوا لاباس عليهم سورتو الا كانوا زوينين وملعقين فالبنات كيكونوا دايرين بهم، فما تبينيش انا خايفه تديك مني شي وحده، عندك نشوف مع شي وحده نقتلك عندك تخوني
هاد الحوايج كتبين بلي نتي واحد الانسان ما تيقاش في راسك وما عندكش الشخصيه وما عندكش كاركتر والراجل كيبقى يمشي اوتوماتيكمون كيبقى يمشي يزيغ كتبين له بلي نتي علاش غادي تخافي ديو لي مالينا ماشي مراه ملي ما عندي اللي عندها عندك الحمراء يمكن عندك ما احسن فما تبقاش تبيني راسك بحال خايفه يديو لك بحال انت ما كتسوي ما كتصلحي فقلتي معاه عادي ما تطلعيلوش الشنط فوق القياس ما تعبريش فوق القياس عطيه قيمته فقط صونالك صوني المهم تتعاملي عادي ما طلع لك شي ما طلع له شي ماشي غير هو خبر عليك تبقاي لا تقاتوا بالصوني فالصوني حتى غير هو كتخافي لا يقطع عليك الموضوع يا بنت الحرام واخا غادي يقطع عليك الموضوع راه الا بغى يقطع عليك الموضوع غادي يقطعهم عليك سوا صونيتي سوا ما صونيتيش سوا عيطتي سوا طلعت له شي سوا ما طلعت له شي فبقاي انت قابله ديك القيمه ديالك هو خليه هو البنت مرا الذكيه هو يتخليه يجري موراك ماشي واخا عنده الفلوس هو يجري موراك هو يبقى يراضيك هو كيحاول يطلب الرضا ديالك فاش كتبين له بلي انت ما عندكش النيفو ما عندكش المستوى ودركم ما عندهمش هو ما عندهمش هو غير هو اللي عنده تبقى غير تلقى فيه غير تلقى فيه غير تلقى فيه هكاك غادي يكرهك صافي فهمتي غادي يكرهك فحاولي انك تشدي لك ليبغ حاولي انك تشديه لعندك بديك التقوليه ديالك بديك شوفي بديك الرزانه ديالك بديك الشخصيه ديالك بديك ما تكونيش خفيفه ما تكونيش لصقه ما تكونيش مدلوله ما تكونيش كي داك الريح اللي جاي يديك غير هو لاباس عليه بفلوسه يبقى عليك يلاه نمشيو يلاه يلاه نخرجوا يلاه يبقى عليك غير يلاه غير انت غير تبعتك الكلبه اخويا مرة انا عندي رونديفو خويا صافي عندي رونديفو مع صحاباتي راني خارجه هنا راه عندي ما يدير الا راني خارجه عندي ما يتقدى ما تخليهش هو تحسي بحال راه هو الدنيا وهو الكون وهو الا هذاك غلط شوفي ديما بقيمتك ما تبقيش تحقري راسك وانا ماشي زينه والصراحه وانت كنت تقدر تجيب وحده ما احسن مني وراك معايا وانت كنت تقدر تجيب وحده زينه عليا وراك معايا راه حماره هذا الشيء ما عمرك تقولي واخا يكون عندك امير الامراء ووزير الوزراء جالس معاك ما ديريش هاد الاخطاء هادو بيني راسك تيقى في راسك واخا تكوني ما عرف شنو معوقه ديال بيني راسك تيقى في راسك لحق شوفي انت كتحكمي في العقل ديال الراجل كيفاش يشوفك واخا ما تكونيش هذيك الواو مي غيبقى يشوفك واو والله الا غيبقى يشوفك واو فاش كتكوني تيقه في راسك فاش كتكون عندك ديك الشخصيه فاش كتكون عندك ديك الكاركتر فاش كتكون عندك ديك الهيبه ديك الاناقه هذاك الشيء كتبي الراجل كيميل لك فهمتي كيبقى يشوفك شي حاجه كبيره طونك انت كي غيدير يشوفك شي حاجه كبيره وانت ما كتشوفيش راسك كتشوفي راسك والو فلا كنتي كتشوف راسك والو غيشوفك والو الا حقرتي راسك غيحقرك الا قيمتي راسك غيقيمك الا درتي حساب لراسك الا درتي قدر لراسك غيدير لك القدر ديري القيمه لراسك ولعائلتك واخا يكون باك مانيش عارفه شنو والو مسكين ما كيسمع ما كيرى هذاك باك يا الحمراء وراه كبرك وباك وديما نفتخر باصلي وديما نفتخر بعائلتي ونفتخر بدارنا ماشي نبقى ما عندناش وكذا ونطيح براسي وخايفه لا يديوه لي غي ما نخاف من شيء نسلط عليه دونك انت خايفه يديوه لك حبيبه غيديوه لك وبكل امانه فحاولي ما الا خفتي كاع يديوه لك ما تبينيلوش ما تبقيش خانقاتو شداتو خايفه لا يمشي لا غيمشي الراجل فاش كيتخنق فوق القياس كيطفش الراجل فاش كيحس براسو مخنوق وشداته باغي غير تسيطري عليه غيمشي ما غتقدريش تسيطري عليه بديك الطريقه والله الراجل شويه سيب تكسب ما تعطيش داك الاهتمام فوق القياس ديك القدر ديال نوغير فوق القياس ما تبقيش لاصقه فيه فوق القياس فخلي السيد يتنفس شويه عطيه شويه ديك لا ليبرتي ديالو شويه ماشي بزاف كنقول تعاود تلقي ديك لا ليبرتي ديالو شويه ديك الحريه ديالو شويه فهمتي عطيه شويه المساحه ديالو خليه يتوحشك ما تبقيش لاصقه فيه بزاف ما تبقايش كيما نقولوا لي زابيل بزاف الميساجات بزاف تنكري عليه بزاف علاش ما هضرتش علاش لا لا حيتاش انت لاباس عليك ودايرين عليك البنات غادي يديوك مني وانا هكا كتعجبين راسك بدون قيمه وغيمشي في الاخر غيخونك يا عزيزتي الفتاه فكوني بعقلك قيمي راسك يقيمك ديري الشان راسك يدير لك الشان بهدلي راسك يعني بهدله يبهدلك وفتا اللي غادي يجي غادي يبقى يعيط يقول لك نسيت جبت لك الكادو الفلاني والفلاني وديتك للبلايص وانت موالفه غير بالمزاليط وموالفوني اللي درت لك شي المرشنيه الكلبه والله حتى يقولها لك الا بينتي له داك في الاول كديري راسك نيه ديك النيه مابقاش تنفع في هذا الوقت حبي ديك النيه ديال ميرسي وما عمرو جاني بحال هذا الكادو وانت اول واحد عملتني هكا وانت اول واحد درت لي الشان غيبقى يشوفك حشره وهو اللي دار لك الشان فما عمرك ديري هذا الغلط ما عمرك تبيني راسك مشتاقه نعمه ما عمرك تبيني راسك ما عمرك مشيتي للبلايص الغاليين فاش يديك ما عمرك تبيني راسك ما عمرك يجيك كادو غالي ما عمرك تبيني راسك مدلوله وكلبه وحشره هكا ديما ديري راسك بحال موالفه بالخير موالفه هادي حتى هو كيحس كيفتخر كيحس راسو مع واحد الانسان اللي راقي مع واحد الانسان اللي كلاس مع واحد الانسان اللي نيفو مع واحد الانسان اللي يفتخر بها ماشي مع واحد الانسان اللي ما عندهاش شخصيه واحد الانسان اللي ما تيثقاش في راسها ما واحد الانسان اللي ما مقدراش راسها الشخصيه زيرو الكاركتر زيرو فالراجل ما كيبغيش سورتو راجل الا كان عنده ستاتيو وعنده شخصيه والناس كيهابو فخاصو واحد الانسان اللي قويه حتى هي واحد الانسان اللي مهيابه ماشي مهيابه واحد الانسان اللي
يحسب الفخر بها، وعلى الاقل من ناحيه الشخصيه ديالك، من ناحيه الهضره ديالك، من ناحيه النقاش ديال كيفاش كتناقشي، من ناحيه نظره الناس اللي كنتي تايقه في راسك. فحاولي انك ما تبقيش تهبطي من النيفو ديالكم والمقام ديالك. واخا تكوني سربيه القهوه، واخا تكوني تشطبي الطواليطه، ترى كلشي لقمه حلال، كلشي داكشي. المهم ما تكونيش بنت الزنقه وكتمشي كتعطي راسك، تبيعي راسك في الزنقه، هذا هو الاس. اما كانت عندك امك كتكون فام دوميناج، امك خدامه، امك طيب، امك طيبه نتاع الحمام، فبوسي لها اليدين والرجلين، وديما افتخري بالمهنه نتاع والديك كما كانت تكون. وغير هو مشي ولا بس عليهم موزيره وباه مانيش عارفه شنو، يجي يلعبها عليك وتجي تبقى انا، يجي يعايرك بوالديك ويعايرك بامك، شوفي كطيب كتفعل كتسيق. ما تما عمرك تعطي شي ولد الكلبه فرصه انه يعايرك بعائلتك بوالديك ولا بيك انت ولا، فهمتي؟ طونك انت ما كديريش شي حاجه د الحرام، طونك حتى واحد ما اختار والدي، وحتى واحد ما اختار كيما نقولوا النيفو المادي اللي كاع تزادينا في واحد النيفو اللي ما اختاريناش. فديما الحمد لله على داكشي اللي زاديتي فيه، وعطي قيمه لداكشي اللي عندك، وعطي القيمه لوالديك باش يعطيك هو قيمه ويعطيهم هو قيمه. تبقاي ديما بقيمتك وبعزتك، ما دليش راسك باش تخرجي من الزلط. ما عمرك تخرجي من الزلط مدلوله. انا نقول لك واحد الحاجه نصح بها، ما عمرك دلي راسك على ود باش تخرجي من الزلط. يبقى تبقى عليك امك مسكينه، دوك الامهات نتاع المده هذه شحال، ولا صحابك تبقى عليه روحي لصقي فيه يا بنت الحرام، يديك يخرجك من الميزيريه، تبقى انت لاصقه فيه وتبكي وتشكي وما عمرك تخرجي معزوزه. واخا تخرجي من الزلط، خرجي بعزتك اما شاغي، خرجي بالشان ديالك، خرجي بعرسك، وخرجي وخرجي بعماريتك، وخرجي بشانك وبمرشانك وبلاغوب ديالك. ما عمرك تبقاي لاصقه فيه ايوا ديني، معليش ما تعطينيش كاع الصداق، ايوا ديني غير، ايوا ديني غير بجلابسي، ما نطلب لكش انا كاع والو، غير ديني. كتبقاي مدلوله. شي راكي مدلوله، كتبقاي مدلوله. الا مشيتي معزوزه كتبقاي طول حياتك معزوزه، ماشي مدلوله، كتبقاي ديما مدلوله. وهذه بالتجربه كيبقى يقول لك والله العظيم الا صاحبتي كتعاودت واحد لاباس عليه، وكانت كورونا وما دارلهاش العرس، ف مشات بلا عرس، وفتا لي كيعيرها كيقول لها شي معايا بلا عرس. الا كنتي قبلتي تجي بلا عرس، ما تخليش لشي واحد انه فين يحل عليك فمو، نمشي بشاني ومرشاني. غير الا كانت واحد الظروف اللي قاهره ما نقدرش ندير العرس، اولاد اولاد، اما غير حدا دلو باش نلصق فيه وما ديرليش التكشيطه. روحي مجهزه مساسك لراسك، ما تخلي الباب الكلب فين يهضر يقول لك جيتيني عريانه انا كسيتك. الرجاله سهلتيهم سهلتيهم، يبقى عليك جيتيني عريانه انا كسيتك. روحي 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 بجهازك، وروحي بذهبك، وروحي بكسوتك وبيجامتك، تمسلي بك مساسك حتى لراسك، روحي مكسيه فهمتي، وروحي بزغاريتك وبشانك ومرشانك وبتكشطك وبلاغوب ديالك. هذه اللي ما تندميش عليها باش تكوني عارفه، يدير لك الشن ومرشان ويفتخر بك قدام الناس، ولا يدير لي العرس ويدير لي العماريه. سمحي لي ما نخرجش بلا عرس، بقاي هنا كلمه دلوله وديني بلا عرس ما عليش، هاد لا اختي دير لي العرس. انا بعدا لي عقليتي ما نكذبش عليك. ف المهم ديما اختنا من العرس وداكشي، من الشن والمرشان تخرجي بشانك وبهمتك، ما تبقاش غير تلصقي باش تخرجي من الزلط، غير تلصقي فيه غتبقي مدلوله، غير حط امك في الارض يعطيك جوج دريال ويمشي هو يخرج هاك واك. الا ما كاينش بعزتك وبشانك وبالشخصيه ديالك، راه والله لا قديتي لهذا النوع هذا، خاصك تكوني بشخصيتك باش يحترمك، ماشي غادي يديرك في الدار يبلع عليك ويمشي زعما ما تقدريش تهضري معاه، تهضري يقول لك انا نطرك لدار باك انا ديتك خرجتك من الزلط. فخاصك ديما ديما تكوني بشخصيتك وديما بشانك وبعزتك وبنيفك وبالشخصيه، اهم حاجه باش تقدري تكبري. ما يقدرش يبقى يمشي هاك وهاك وتر الزناقه وغير يحطك انت ما عندكش شخصيه، تبقاي غير تجي تسناي وتخافي تهضري معاه لا يمشي يهرب، طون كنتي خايفه الا هو غيهرب. فما تخافيش وثقي في راسك وثقي من راسك وهكا غيبغيك. فديري بهادشي اللي قلت لك وان شاء الله غيكون الخير، ما ديريش ديك الاخطاء اللي قلت لك عليها المدلوله وداك الشيء وداك الشيء. فتبعي هادشي اللي قلت لك وتفكريني وفوالا، نكونوا وصلنا بهذا الشيء، نكونوا وصلنا لنهايه الفيديو تاع اليوم. وتهلاو في راسكم وكنحماق عليكم وكنبغيكم بزاف بزاف. و هاستا لويغو ميزاموريس.